توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية مع المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ. شارك في الافتتاح عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الشقيقة والمؤسسات الإقليمية المختلفة، بالإضافة إلى عدد كبير من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وممثلي القطاع الخاص والأكاديميين وشركاء التنمية من الدول الأعضاء في مجموعة بنك التنمية الإفريقي.